عقدت كلية الزراعة في جامعة تكريت وبالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية في شرطة صلاح الدين ندوة عن ظاهرة التحرش، والتي تخللها مناقشة الجوانب القانونية وسبل القضاء عليها من خلال إقامة ورش عمل تسهم في توعية الطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي وخارجه للحد من هذه الظاهرة المرفوضة مجتمعياً. نفذت عمادة كلية الزراعة وبالتنسيق مع شعبة إرشاد النفسي والتوجيه التربوي ندوة توعوية موسعة لعموم منتسبي كلية الزراعة حول ظاهرة التحرش. هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، وقد حضر هذا اللقاء عدد غفير من الطلبة ومنتسبي الكلية مع استضافة العقيد نبيل من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لتوضيح الجانب القانوني تجاه ظاهرة التحرش. حضرنا هذا اليوم ندوة عن التحرش. من المعلوم أن المجتمع يمر في مرحلة خطرة يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من قبل الجامعة والكادر التدريسي إضافة إلى أولياء الأمور لمعالجة مثل هذه الحالات. الندوة تخصصت وتطرقت إلى مواضيع مهمة في صميم المشكلة، حضر محاضرين من الشرطة أو الحقوق إضافة إلى أساتذة في التخصص ناولت مواضيع مختلفة. نتأمل أن تتكرر مثل هذه الاجتماعات لمعالجة مثل هذه الحالات. برعاية السيد رئيس جامعة تكريت الأستاذ الدكتور جهاد ذياب محل وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد هواس عبد الله عميد كلية الزراعة، أقيمت اليوم في كليتنا كلية الزراعة وبالتعاون مع شعبة الإرشاد التربوي في رئاسة الجامعة ندوة عن التحرش في داخل الجامعة وخارج الجامعة بصورة عامة في المجتمع، وتوصلنا إلى أهم النتائج أن يجب أن تكون جهود الجامعة والكلية بالذات في موضوع وضع بوسترات توعوية تدل على عدم التحرش الجنسي، وإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد التربوي في المراحل الدراسية كافة، تفعيل هذه الظاهرة حتى نحد من هذه الظاهرة قدر الإمكان.